عندي موضوع بسيط وأتوقع أن أنت راح تنصدم مثل ما انصدمت أنا. إذا كنت مشغول لا تشاهد الفيديو. قبل يومين كنت جالس على الجوال وكنت أتصفح تطبيق الأنستا، فجاني حساب قريب إضافة، فدخلت شفت الحساب، يعني شدني الاسم، مكتوب معالجة روحانية وزي كذا. دخلت شفت الحساب، يعني كان متابعينه بسيطين، يعني ما يتعدون 500 متابع، وأشوف كلها يعني شعاوذ سحر زي كذا. ودخلت أشاهد الستوري فانصدمت في هذه الصورة. هذه الصورة هي، الله يكرم السامعين، فرج الضبعة. يعني تساءلت قلت كيف؟ وش السالفة؟ ولا ومعرضها للبيع، يقول للبيع وأصلية. انصدمت ورحت أبحث عن الموضوع. يوم رحت أبحث عن الموضوع، يعني والله العظيم راح تنصدم. اسمع معي، أول شيء نتحدث عن الضبع. الضبع الأنثى والذكر لديهم عضوان، تخيل حتى الأنثى لديها عضو ذكري، وبكذا يعني عملية التزاوج بينهم قريبة. وإذا تبي تعرف التفاصيل ويعني تعرف أكثر عن معلومات الضبع الأنثى والذكر، تقدر تروح تبحث بجوجل وراح تشوف يعني صور توضيحية. أخذت هذا العنوان عن هذا الموضوع ورحت أبحث في اليوتيوب، فانصدمت بفيديو والله العظيم صدمني حتى الحين. والله أنت راح تنصدم، راح أعطيك الفيديو تشاهده. شوف بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين الأكارم، اليوم نبين لكم فحص فرج الضبعة الأصلي من المؤصلي بالطريقة هذه الجديدة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان هذا فرج الضبعة الأصلي اعطونا الإشارة. إذا كان فرج الضبعة يشتغل جلب النساء للرجال، إذا كان يشتغل عقد لسان، إذا كان يشتغل هيبة وجاهة، إذا كان هذا الفرج أصلي اعطونا الإشارة. إذا كان هذا الفرج أصلي اعطونا الإشارة. إذا كان هذا الفرج أصلي اعطونا الإشارة. إذا كان فرج مال ضبعة أصلي. إذا كان هذا فرج ضبعة أصلي اعطونا الإشارة. أعزائي المشاهدين، هذا الفرج مو أصلي. إذا كان هذا فرج ضبعة أصلي. إذا كان فرج صخلة. طيب الحين نقول وش يستخدم فيه فرج الضبعة. طبعا شفت لان في سحرة جالسين يعرضون هذه الأشياء، وطبعا مبلغها غالي جدا، وما يستخدمها إلا الساحر السفلي، يعني اللي متمكن واللي عندها السلطة في عالم السحر. أما الساحر الروحاني، هذا ساحر روحاني يعني يقدر أن هو يسحر فقط، لكن يقدر أن هو يتحكم بهذا اللي نقدر نقول الشعوذة، فما يقدر يتحكم فيها إلا المسمى الساحر السفلي. طيب وش يستخدمون فيها هذا الشيء؟ والهدف من استخدام فرج الضبعة إن هو يعتبر في عالم الضباع أن الأنثى هي المتحكم بالذكر، وبكذا لديها السلطة وتقدر تخضع الذكر، وتقدر إن هي يعني لديها السلطة متى ما تبي تتزاوج مع الذكر. وبكذا السحرة استخدموا فرج الضبع بسبب إن هذه الامرأة أو هذه الزوجة استخدمت هذا الساحر وعطاها هذا الشيء، وهذا الشيء هو اللي يجلب الحبيب. أكيد إن أنت قد شفت حسابات في التواصل الاجتماعي كاتبين فيها الروحاني لجلب الحبيب. فبكذا مستخدمين فرج الضبعة لأن لديها القدرة أو لديها السلطة إن هي تجلب زوجها، وبكذا الناس يروحون لعند الساحر، وهذا الساحر يعني يكون ساحر سفلي لديه السلطة وقوي ومتمكن في عالم السحر، فبكذا يستخدم فرج الضبعة لهذا الشعاوذ. يعني انصدمت، والمشكلة إن لو تكتب فرج الضبعة في اليوتيوب راح تنصدم من الفيديوهات جالسين يعرضون، ولا ترى مو أي يعني شيء يباع، لا يعني معطيك المميزات إنه يكون الضبعة بكر، أن تكون الضبعة باقي ما تزوجت، أنت نقدر نقول يعني لها مميزات كثيرة وانصدمت منها، وأن هذا الشيء إذا استخدمتها على هذه المميزات راح يكون قوي في جلب الحبيب أو الزوج أو التفرقة أو في عالم السحر اللي يستخدمونها. يعني يا ساتر، بس
ولا يفرح الساحة حيث أتى. طبعا عندنا فرج الضبع. فرج الضبع للنساء استخدمه للطاعة من قبل الزوج أو الحبيب وتلبية أمر كان لها مهما كان وعقد اللسان، ويفيدها أيضا في القبول بين العامة أو الناس. أما بالنسبة للرجال فيستخدم التهيج والفساد ودوائر الدولة وغيرها، والفرج يجب أن تتم عليها طلاسم يهودية أو ختم صابئي بالأحرى. وحقيقة ما أخفيكم أن الصراحة أن الموضوع صدمني يوم رحت أشوف، يعني لو تروح تشوف عن الموضوع في اليوتيوب راح تحصل مئات السحرة جالسين يعرضون هذا الشيء وبمبالغ خيالية، وشيء عادي عندهم. الشيء اللي صدمني أنه شيء عادي عندهم، وأكثر يعني ما راح أعمم على الجنسيات، ولكن أكثر اللي تشاهدها المقاطع من العراق ومتواجد عندهم يعني بكثرة. أعوذ بالله.